بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ في الدرس الرابع، هو تعلم السويتش. السويتش هي نفس فكرة الاف، هي كونديشنال، اللي لو في شرط اتحقق يخرج بره الشروط كلها. يعني مثلا عندنا هنا البرنامج ده بيدخل بيدخل بيقول له console dot write line كافي سايز واحد سمول. لو دخلت رقم واحد يبقى انت قصدك سمول، لو دخلت رقم اتنين يبقى انت قصدك ميديم، لو انت دخلت رقم تلاتة يبقى انت قصدك لارج. console dot write line console dot write هيكتب please enter your selection عشان يكتب الرقم بتاعه، الرقم بتاعه اللي هو يدخله ده اللي هو واحد او اتنين او تلاتة. لما لو دخل واحد يعني سمول صغير، لو دخل سمول يعني صغير، دخل اتنين يعني ايه ميديوم، دخل تلاتة يعني لارج. اولا هنعرف مخزن انتجر ان، لازم نحط السيمي كولون طبعا زي ما احنا عارفين. انتجر ان عشان ايه؟ ده المخزن اللي احنا عرفناه على شكل انتجر، لان الرقم اللي هو دخلها يا واحد يا اتنين يا تلاتة، يا واحد يا اتنين يا تلاتة، فما فيهوش اي حاجة عشرية عشان كده تعرفناه انتجر. لكن لو في حاجات عشرية نعرفك انه فلوت. ماشي. ان equal int to parse console dot read line، يبقى احنا المخزن ان هندخل في القيمة اللي احنا هندخلها console dot read line int to parse console dot read line. عرفنا ال int cost equal zero سيمي كولوم. ليه عرفنا القسط؟ لان هو احنا عاوزين نطبع قيمة كوباية القهوة دي. لو هي صغيرة، لو هي كيس واحد اللي هي سمول، يبقى يطبع له 25. لو هي كبيرة يطبع له 50. لو هي 25 و 50. لو كيس واحد يدخل 15، كيس اتنين يدخل 25، كيس تلاتة يطبع له 50 سنت. ماشي. الديفولت دي لو حاجة من التلاتة دول متحققوش، اي حاجة تانية غير التلاتة دول هيعمل ايه؟ يعني مثلا دخل رقم سبعة مثلا، مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، دخل رقم سبعة يعمل ايه؟ يكون سو دوت رايت لاين يطبع له على الشاشة يقول له invalid selection، selection ده خاطئ، please select يا واحد يا اتنين يا تلاتة. نيجي بقى للشكل السليكشن بتعمل ازاي. شكل السويتش، بنكتب اول حاجه نكتب سويتش وجنبها وجنبه بين قوسين الحاجه اللي هنعمل لها سويتشنج. يعني مثلا الان ده مش ده المخزن اللي هنحط فيه القيمه اللي هو 1 او 2 او 3، يبقى نحط في الان ده نحط يا واحد يا هو لو مثلا حطينا 1 او 2 او 3 هو هيتعامل مع ده، اكيد ده هو ده اللي ايه المخزن اللي هيتعامل معاه في السويتش. يعني ده اللي على اساسه هيطلع او مش هيطلع الان ده. بعد ما نعمل سويتش نكتب المخزن اللي هنعمل على اساسه السويتش، بنفتح قوس ونكتب كلمه كيس واحد ونحط نقطتين فوق بعض اللي هي شيفت شيفت سيمي كولوم. النقطتين بتعمل زي شيفت سيمي كولوم. وبعد كده الكوست بوزيتيف ايكوال، مخزن الكوست اللي احنا عملناه هنا ده هيزيد بوزيتيف ايكوال هيزيد بمقدار 25 او 15 وسيمي كولوم 25 سيمي كولوم. هنا المفروض ده يكون مثلا خلينا مثلا 15. ماشي. في الميديان في الميديم نخلي الكوست بوزيتيف ايكوال 25، في اللي هو اللارج نخليه كوست بوزيتيف ايكوال 50. ولازم بعد كل واحده نعمل بريك. بريك ده يعني ايه؟ يعني لو الكيس ده خلصت، لو الكيس واحد دي خلصت يعمل بريك، يطلع بره البتاع دي خالص ويكمل البرنامج بعد البريك، بعد هنا بعد الـ بعد الـ بعد البتاع كله يعدي السويتش كله ويطالما الكيس واحد اتحققت. يعني لو هو مثلا كان دخل الكيس وحط جواها حط رقم واحد جوه الان، يعني لو الان بواحد يعني هيعمل ايه؟ هيبقى الكوست بص بيكون 15 وبريك دي معناها ايه؟ ان هو يطلع بره البرنامج خالص، يعدي البريك ويعدي الكوست ده ويكمل بقى، يعمل كونسول دوت رايت لاين وكونسول دوت رايت لاين تاني. لو احنا شلنا البريك دي هيحصل ايه؟ اولا هيقول لك في مشكله،
ده اول حاجة يعني. هيقوم عامل ايه؟ هيمشي على الكيسة دي، على الكيس ده، لو حققت، حتى لو اتحقق ينزل على الكيس اللي تحتيها كمان، فدي طبعا تبقى مشكلة كبيرة يعني، مش هيبقى، مش هشتغل اصلا عندنا. يا يعني نقفل، يا يعني نقفل البتاعة دي ببريك، عشان يعني عشان نقفلها نطلع بيها، يعني نعمل حاجة تانية، يعني نعمل حاجة اسمها جو تو. جو تو يعني ايه؟ يعني اذهب الى، اذهب الى كيس واحد. يعني انت لو عندك كيس اتنين، عندك مثلا كيس اتنين اتحققت اهي، ممكن نعمل جو تو كيس واحد، يطلع هنا اهو كيس واحد، يلاقي الكيس واحد دي مش متحققة، يعني بريك ومطلع بره البرنامج، او نعمل بريك بس وخلاص، مش مهم الكيس تو دي. يعني نعمل بريك هنا، بريك بريك بس اهو كده يشتغل عادي اهو، بريك بريك بريك، كلها بريكات. يعني دلوقتي الاسطمبة عاملة ازاي؟ سويتش، والحاجة اللي احنا عايزين نعملها سويتش، افتح قوس كيس الرقم بتاع السويتش، يعني احنا في برنامجنا ده سمول يدينا يعني واحد واحد واتنين يا تلاتة، هو يدخل يا واحد اتنين يا تلاتة. لو دخل واحد يبقى نزود 15 جنيه على الايه؟ على الكوست. لو دخل اتنين نزود 25 25 جنيه على الكوست. لو دخل تلاتة نزود 50 جنيه، 50 قرش، 50 سنت، او 50 اي حاجة يعني. ديفولت، ديفولت معناها ايه؟ لو حاجة غير التلاتة دول يعمل ايه؟ يعمل كونسول دوت رايت لاين، دخل القيم، دخل انت السليكشن بتاع ده غلط، دخل القيم. وبعد كده نعمل بريك، عشان لازم بعد كل بعد كل كيسة لازم نعمل بريك، بعد كل كيسة نعمل بريك. يعني عندنا كيس الحاجة اللي جواها، وبعد كده بريك، وبعد كده نقفل القوس اللي احنا فوق بتاع السويتش ده، نقفله اهو. بعد كده يقول له كونسول دوت رايت لاين بليز انسرت. نفهم الحته دي بقى، الحته دي مهمه برضه. كونسول دوت رايت لاين، افتح قوس عادي وحط بتوين تو كوتيشنز الحاجه اللي هتطبع على الشاشه، بليز انتر انسرت 0 سنس. ماشي. ما معنى كلمه زيرو دي؟ الزيرو بين قوسين دي معناها ايه؟ معناها ان في مخزن اسمه زيرو، مش مخزن اسمه زيرو، يعني الرقم زيرو ده بيرمز الى الحته، شايفين الكومه دي؟ الكومه دي بعديها في مخزن كوست، ده الزيرو ده بيرمز الى الكوست. يعني احنا عندنا مثلا ايه؟ زيرو، وبعد كده عملنا قوس جنبه 1، لو في جنبه كمان هنا سيلكشن كمان ممكن هيطبع كمان الايه؟ القيمه اللي في المخزن ده. يعني هو في الزيرو ده هيطبع قيمة المخزن ده، بتبقى هي دي طريقة جديدة، طريقة مختلفة في ال في ال في الطباعة. يعني تكتب بين الكوتيشن الحاجة اللي انت عاوز تطبعها، بليز انسرت بين قوسين الزيرو سنتس، واقفل القوس واعمل كوما واكتب المخزن اللي انت هتحط فيه اللي هو بيرمز اليه الزيرو، الزيرو بين قوسين ده. وبعد كده تكتب كونسول دوت رايت لاين، افتح قوس، ثانك يو فور يور بزنس، اي حاجة يعني، اي حاجة تهنئة بقى بتاع. هنا بتقفل اي حاجة لازم تقفلها في سيمي كولوم، سيمي كولوم اهي، سيمي كولوم هنا، سيمي كولوم اهي، سيمي كولوم، سيمي سيمي سيمي، وبريك برضه بتقفل بسيمي، لكن هنا الكيسات بتتقفل بايه؟ بنقطتين بس. ريت يكون ان الموضوع واضح. هو الموضوع برضه الى حد ما يعني مش صعب قوي، بس لازم نفتكر اهم حاجة، قلنا حاجات قلناها في الدروس الاولانية، لما نيجي نستخدم حاجات في البرنامج لسه نكون عرفناها في البداية. انت ان ايكوال زيرو، انت كوست، انت ان سيمي كولوم، انت كوست ايكوال زيرو سيمي كولوم. يعني ليه حاطين ايكوال زيرو دي؟ طالما احنا هنعمل عمليات حسابية على مخزن لازم نسويه بزيرو. يعني هنا مثلا عملنا عمليات حسابية زودنا عليه 15، لان هو بيعملش القيمة الابتدائية بتاعته صفر، هو ما يعرفش القيمة الابتدائية بتاعته كام. يعني احنا لو شلنا الصفر ده يقول لك مش هيعرفش. بص شوف، في مشكلة هنا ليه؟ لان هو ما عندوش القيمه الابتدائيه بتاعه المخزن ده، عندوش كنترول اف 5 عشان دي يعني الحاجات اللي احنا قلناها ما يطلعش بره عقود السنه عشان نقدر نتكلم. وهنشوف بقى ال بيقول لك البلاك تعمل ازاي. كافي سايز 1 سمول، 2 لا ميديوم، 3 لارج، هندخل رقم 3 هنشوف هيقول لنا ايه. قال لنا حط 50 سنت في المخزن، في الكيس 3 احنا كنا حاطين 50 صح، عشان كده اختار 50.
الجمل الاربعه جمل دول موجودين فين؟ اول جمله بتاعه الايه جمله اول جملتين احنا طبعناهم انتريو سيليكشن والكافي سايز كذا وكذا وكذا، وحطينا قيمه المخزن اللي هي الان حطينا جواها اللي هو 1 أو 2 أو 3. بعد كده بعد ما حسبنا الكالكوليشنز دي كلها بتاعت الكيس عملنا حاجه اسمها الاوتبوت اللي هي الاخراج، عمليه الاخراج اللي هي بتبقى كونسول دوت رايت لاين. طبعنا قيمه ال طبعنا قيمه المخزن الكوست طبعناها جوه صفر، الصفر ده هو مخزن للكوست. اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.